احييكم على الهواء مباشره من استديوهات 218 نيوز في البلاد. عندنا مواضيع مواضيع واجده مواضيع مهمه واخبار ايضا مهمه، المواضيع هذه كلها مرتبطه ببعضها ومتداخله وكل ملف متداخل مع الملف الثاني، والاخبار هذه تقريبا حتوفر لنا دلالات تخلينا نشوف المستقبل، نشوف شكل المستقبل بشكل جيد، مستقبل ازمتنا الليبيه على مستوى امن، على مستوى سياسي، وبطبيعه الحال طبعا على على مستوى إنساني رغم أن الأمور على المستوى الإنساني واضح أنها هي سيئة جدا من غير ما تشوف المستقبل ومن غير ما تشوف المعطيات ومن غير ما تقرأ حتى التاريخ الأمور على المستوى الإنساني الأمور سيئة للغاية يعني في خلال الأيام هذني مستشفيات تقصف في العاصمة طرابلس في المنطقة الغربية مدنيين قاعدين تحت خط النار ناس قاعدين في حواشينا مطيح عليهم الصواريخ أيام رمضان تمر عليهم بهذا الشكل على المستوى الإنساني الأمور كلها سيئة إلى هذه اللحظات في صواريخ تسقط على المدنيين، عندك مهجرين وعندك لاجئين والمستشفيات مستشفيات صواريخ تسقط على المستشفيات وما فيش حد يتبنى في هذه الأخطاء أو في هذه العمليات المقصودة إن كانت مقصودة، ما فيش حد يتبنى الجميع ينكر ما فيش جهة تتمتع بالشفافية والشجاعة وتقول أنا استهدفت المستشفى بالخطأ أو أنا قصفت المستشفى بالعمد أو أنا درت أي شيء من هذا القبيل ما عندناش طبعا الشفافية منعدمة تماما إذا على المستوى الإنساني الأمور سيئة ونذكر زي ما ذكرنا يوم 4 أبريل في 2019 وفي كل مناسبة وفي كل حرب للأسف صارت في العاصمة طرابلس وتابعناها وغطيناها معكم أول بأول ولحظة بلحظة دائما نقول أن الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية من يوم 4 أبريل إلى هذه اللحظة الجيش الوطني القيادة العامة للجيش الوطني تتحمل مسؤولية أخلاقية وطنية في أي أضرار تصير للمدنيين أو في أي المواقع المدنية والمراكز المدنية والمستشفيات تتحمل مسؤولية أخلاقية وطنية زي ما تتحمل أيضا حكومة الوفاق والمجموعات الموالية لحكومة الوفاق المسؤولية الأخلاقية والوطنية لأي شيء يصير للمدنيين المدنيين خط أحمر المواطنة والمواطن الليبي هم الخط الأحمر فقط في ليبيا ما فيش أي خط أحمر ثاني ما تدوقش روحك واجد. المسؤوليه تقع على الجميع. سواء اللي اعلن العمليات العسكريه يوم 4 ابريل او اللي يقول انا ما حددتش وقت الحرب لكن انا اللي ساحدد أمتى حتنتهي هذه الحرب. الجميع يتحمل مسؤوليه اخلاقيه ووطنيه لتعرض اهلنا وناسنا في العاصمه طرابلس في المنطقه العربيه للقصف. في صواريخ ينزل على رؤوس الناس من غير ما يعرفوا السبب. وما فيش له أي تفسير ولا أي مبرر. لما تقول أنا والله هذه حرب على الإرهاب أو حرب على الفوضى أو على المجموعات المسلحة. الشيء المعروف أن الحروب الحروب اللي هي تقام ضد الإرهاب تقام بالأساس من أجل حماية المدنيين. فلما عاد يكون المدنيين تحت خط النار الحرب تفقد أي معنى لها، تفقد معناها بالكامل أي حرب أو أي معركة مهما كانت شعاراتها. لما تقول أنا حرب ضد الإرهاب معناها هذه الحرب قائمة بالاساس لحماية المدنيين. المدنيين قاعدين تحت خط النار. صواريخ تنزل على رؤوس الناس. بالتالي بما ان المدنيين تحت خط النار اذا الحرب تفقد معناها مباشرة. هذا جانب، الجانب الاخر حكومة الوفاق اللي تقول نحن نحن في الدولة المدنية ومستعدين ان نحن نتحالف مع اي حد وحتستمر هذه الحرب وتستمر هذه المعركة ونحن ندافع عن الدولة المدنية إلى آخره من الشعارات اللي هي لا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي أيضا يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية الجميع يتحمل في هذه المسؤولية ويبدو أن قصة المدنيين أو حياة المدنيين وزنها يساوي صفر في المعادلة وفي الحسابات عند الجميع باش نكون واضحين هذا هو الواضح لو كان في حرص حقيقي وفي مسؤولية تجاه المدنيين وتجاه الناس رغم ما فيش أهداف مدنية تتعرض للقصف من الجميع راهي زي ما يقولوا يسموا فيها حرب نظيفه ولا معركه نظيفه رغم ان ما فيش معركه او حرب نظيفه باستثناء الحروب اللي ضد الارهاب او ضد المجموعات المسلحه وحمايه الدوله وحمايه الدستور وحمايه الديمقراطيه. لكن عندنا مشاكل حقيقيه على مستوى انساني من جديد لمساله لمش... المستشفيات. المستشفيات في كل الاعراف وفي كل القوانين الدوليه قصف المستشفيات جريمه حرب كائنا من كان اللي تسبب فيها. الجميع يتحمل المسؤوليه. لكن من جديد ما عندناش جهه في ليبيا تمتلك الشجاعه وتمتلك الشفافيه وتقول والله انا اللي مسؤول عن قصف في المستشفى هذا ولا المجمع ولا العياده ولا اللي هي او هذه العماره او الموقع المدني هذا بالخطا او بغير الخطا ما عندناش الشفافية شيء غير موجود اهل الولايات المتحده الامريكيه في كل عملياتها خارج خارج امريكا في افغانستان في العراق لما يصير قصف لما يصير خطا لما يقتلوا مدنيين يطلعوا بكل شجاعه ويعلنوا فيها ويقولوا نحن قصفنا بالخطا مدنيين والله استهدفنا كذا وكذا ويتحملوا المسؤوليه وتبعاتها بالكامل. هذا هو المتعارف عليه. هذا هو الموجود في كل الدول الدول المحترمه الدول الديمقراطيه الشفافيه لكن طبعا مساله الشفافيه شيء غائب مش بس في في قضيه استهداف مراكز ومواقع مدنيه في المنطقه الغربيه في ليبيا في كل شيء الشفافيه غير موجوده. ما تقدرش تعرف شيء أبدها من الموازنات العامة للدولة للميزانيات للفلوس اللي يمشن ويجن ما تقدرش تعرف أي معلومة حرية تداول المعلومات اللي تكفلها كل الدساتير في العالم غير موجودة في ليبيا ما تقدرش تعرف شيء ما تقدرش تعرف فلوسك وين مشيت وكيف ينصرفن شن هي آلية صرفن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا شيء غير موجود وبالمناسبة حرية تداول المعلومات راهي لا تخص الصحفيين فقط هذه متاحة للناس كلهم اي مواطن يحق لانه هو يعرف المعلومات يعرف الفلوس بتاعته من وين مشيت وين جيات و... واليه الانفاق على سبيل المثال المواطن الليبي يعني في برقة ولا في طرابلس ولا في فزان يبي يعرف مثلا كم كلفت المعركه هذه الى الان مواطن في الشرق يتساءل يقول المعركه ضد المجموعات المسلحه الى اخره به كم كلفت فلوس هل تقدر تعرف جواب لا لما تطلب معلومات وتقول والله نحن نبو الجيش الوطني كم كلفت المعركه الى الان من ميزانية الدولة مرات تنحبس بكل بساطة ربما حد يعتبرك خائن بنفس الكفية تنطبق على حكومة الوفاق لو حد ينتقد يقول الفلوس اللي يصرفوا فيها على المجموعات المسلحة والحرب هذه وحماية الدولة المدنية كم كلفت ما عادش حد حيلقاك حتنخطف مش معروف مكانك وين رغم أن المواطن في الدول المحترمة وفي العالم في العالم اللي يحترم في الناس وفي الدول الحقيقية الديمقراطية المواطن هو صاحب الدولة الدوله كلها مسخره لخدمه المواطن والمواطن هذول كلهم يشتغلوا عندك رئيس الحكومه رئيس مجلس الوزراء الوزراء قايد الجيش هذول كلهم يشتغلوا عند المواطنين يشتغلوا عندك هذا هو الفهم الصحيح الدوله مسخره لخدمه المواطنين مش العكس خذها يا سيدي بخذها بمثال بسيط لنفترض ان عندك شركه والله عندك مصنع والله عندك يعني شيء تبي تشغله شركه ولا مصنع حجيب اداره تجيب مدير وتجيب فريق اداره يشغلوا لك الشركه هذه او يشغلوا لك المصنع تجيبهم عشان يخدموك ويشغلوا لك الأم... الشركه هذه وتمشي الامور بشكل جيد لما تجيهم مثلا في نهايه الشهر وتبي تحاسب تقول لهم وين ارقام المحاسبه وين ال... شنو صرفنا وشن ما صرفناش شن الارباح شن الخسائر كيف ماشيه الامور وين مشيت الفلوس تجي انت تسال المدير اللي انت جبته او هيئة الإدارة اللي أنت جبتها عشان تشغل لك الشركة ولا المصنع. تتفاجأ أن المدير هذا أو الإدارة يقولوا لك والله أنت شنو علاقتك؟ شنو علاقتك بالفلوس؟ ومش بس سكي يجيبوا لك بلطجية ويحبسوك، يجيبوا لك شرطة ويحطوك في الحبس. نفس الفكرة، شيل الشركة أو المصنع وحط البلاد أو الوطن. المواطن هو صاحب البلاد أنت صاحب البلاد ومن حقك تسأل عن أي شيء. خصوصا في مسألة حرية تداول المعلومات. هذه موجودة في العالم كله. مش للصحفيين فقط ولكن للناس والمواطنين شفت مثلا شفت وزير خارجية مثلا جايب ناس وجايب ضيوف وصرفين على هذا الجلسة هذه الجميلة اللي يجيبوا فيه مرة مرة واللقاءات وتبي تعرف من وين الفلوس تقدر تبعث إيميل وتطالب بصورة من الفواتير ومن اللي سدد الفواتير ويتم الإجابة عليك وغصبا عنهم يجاوبوك هذا اللي ساير في العالم هذا مش, مش خيال علمي هذا هيك العالم ماشي حرية تداول المعلومات مكفولة للجميع وموجودة للجميع أساسا أي وزير أو مسؤول قبل ما يكون مسؤول أو في اللحظة اللي قرروا أنه يكون فيها مسؤول بإرادة الشعب يقدم إقرار ضريبي شفافية يقدم شن عنده فلوس وشن عنده أملاك هل هذه سيرة في ليبيا؟ الجواب لا ما فيش حد يعرف الفلوس كيف مشيت وكيف جيت ما فيش وزير أو رئيس حكومة جاء وقال والله أنا نملك كذا وكذا وعندي كذا وكذا والآن هذه ثروتي ولا تقدر تعرف ولا تقدر تسأل ولو تسأل يحطك في الحبس ميزانيات وفلوس يمشن وجن وما فيش حد يجيب عليهم علم أمس جيبين مولدات مولدات كهرباء في اللي بخمسة وعشرين ألف وفي اللي بثلاثين ألف وفي اللي بستين ألف وفي اللي بسبعة وخمسين ألف أرقام كبيرة ما تعرفش كيف جات الصفقة هذه من اللي جابها شن الفلوس من وين من ميزانية الدولة مش من ميزانية الدولة ناس شركاء مع الوفاق ناس شركاء مع المؤقتة ما تقدرش تعرف شيء ما فيش أي معلومات واضحة وممنوع أنك أنت تعرف أو تسأل أو تتساءل كورونا خبر الأخبار في العالم كله الآن تم تسييل 300 مليون دينار للحكومة المؤقتة فلوس خذتهم هل تقدر تعرف آلية الصرف وكيف يتم صرفهم؟ ما فيش حد حيعطيك الإجابة 500 مليون تم تسهيلهم لحكومة الوفاق هل تقدر تعرف تقول له فلسة ذنون والله وين عدن؟ ما تقدرش هل تقدر تتساءل وتقول والله نبغى نعرف رصيد مؤسسة أو هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني كم عندها وآلية وكيف تدير في العطاءات وكيف تشتغل في المنطقة الشرقية وكيف تشتغل في برقة ومن اللي ياخذ المشاريع ربما حتنحبس في نفس اللحظة اللي تطرح فيها هذا السؤال اللي من حقك وبالمناسبة راهي ما هيش إهانة لما أنت توجه سؤال لأي جهة مسؤولة وتقول لهم نحن نبغى نعرفوا الفلوس اللي عندكم من وين وآلية ما ماهيش إهانة إطلاقا بالعكس إضافة إلى أن زي ما ذكرنا من جديد الحكومات وظيفتها أن هي تخدم المواطنين هذوم كلهم يشتغلوا عندك كمواطن ومن حقك أنك تعرف الأرقام هذه وفلوسك والمشيات من حقك مش يجي ويحبسوك هذا ينطبق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فخطر على الشفافية وعلى مسألة استهداف المواقع المدنية واستهداف المستشفيات وإلى الآن في جهة امتلكت الشجاعة وقالت أنا استهدفت المستشفى لأن كده المستشفى مش مش حينقص فيك من مش حينقص فيك من ربي يعني أكيد في جهة ما أطلقت صواريخ ولا مدافع وطاحت على المستشفى وطاحت على رؤوس الناس في الحواشين هذا هذا مفروض نحن نكون فيه واضحين جدا ونكون واقعيين في المسألة هذه مسألة المدنيين خط أحمر والمواطنين خط أحمر لكن من جديد المواطنين والمدنيين والله يبدو أنهم لا يشكلوا أي شيء عند أي حد فلوس وصفقات وبزنس وطبعا مش هذا موضوعنا اليوم لكن نحن يعني مشينا فيه مش هذا هو الموضوع. حنخصصوا مساحه نحن جايين على مساله اللصوص الصغار واللصوص الكبار. جايين لمساله الحكومات وجايين لمساله ازمه الكهرباء. بالتقارير وبالتفاصيل وبالارقام وبالمولدات اللي جان بمئات الالاف. ما تعرفش ليش جايبين مولدات في هذه الفتره. تقول الجماعه ناويين على حاجه يعني ناويين نخلوها ظلام للابد عشان البزنس وعشان الفلوس. ما في ناس في ناس عندهم براعه غير عاديه في الاستثمار في الازمات. وفي ناس لو يستمروا بهذا الشكل المسؤولين اللي بارك الله فيهم موجودين في الحكومتين مش حيخلوا ليبيا ابدا اطلاقا. مش حيتريحوا تجد ليبيا على بلوكات بس بكل بساطه. فلوس وبزنس لا يهمهم كورونا ولا حرب ولا معركه ولا حياه مدنيين ولا مستقبل اجيال. كل واحد يبي عاد يكون نفسه بسرعه بسرعه ويمشي ويتوكل على الله ويدير له كم شقه في في كم دولة في اللي دلها كم شقه في مصر ولا كم شقه في تونس ولا في تركيا ولا في اي مكان ويخلي ليبيا يكون هو طبعا انجز الانجاز المهم هذه كلها تفاصيل حنتكلموا فيهن في سلسله حلقات بشكل دقيق ومفصل وموسع وبالاسماء وبالارقام يعني مش حنسيبوها خلونا ناخذ خبر مهم جدا خبر مهم وله تداعيات وابعاد طبعا سياسيه الخبر هذا له علاقه بمساله الاتفاقيه البحريه اللي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق نقرأ لكم الخبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا شين يقول الرجل الوزير وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قال إن بلاده بدأت فعليا بتطبيق البروتوكول البحري مع ليبيا وباشرت الاستكشاف في المنطقة الحدودية البحرية المشتركة وأضاف وزير الطاقة ومع انتهاء عملية الاستكشاف سيتم البدء فعليا بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة طبعا مقصود منها الغاز اللي موجود أو, أو قابع أو كامل في شرق المتوسط طبعا تقدر بالتريليونات تريليونات الدولارات هذه بحسب التقديرات الأمريكية أيضا شركة البترول التركية تباوت قدمت قدمت طلبا لحكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في الشرق المتوسط فور انتهاء أعمال الاستكشاف إذا طبعا أعمال الاستكشاف بديت ودخلت حيز الواقع ونحن الآن في المرحلة هذه قاعدين في التطبيق العملي بالنسبة لبنود الاتفاقية البحرية والأمنية وترسيم الحدود البحرية والأمنية بين تركيا وبين حكومة الوفاق ونذكره من جديد أن في 28 نوفمبر في 2019 وقعت تركيا مع حكومة الوفاق اتفاقية بحرية أمنية ورسموا الحدود البحرية بين ليبيا وبين تركيا طبعا هذا كله قوبل بالرفض من الاتحاد الاوروبي من المجتمع الدولي ليش؟ لانه يخالف ببساطه قوانين الامم المتحده. قوانين الامم المتحده لاعالي البحار لا تقبل اتفاقيه بهذا النوع والسبب بسيط ان اساسا ما فيش حدود بحريه بين ليبيا وبين تركيا. ما فيش هذه بدعه في العلاقات الدوليه غير موجوده. وفي جزر وفي عندك كريت وفي عندك مجموعه جزر بين ليبيا وبين تركيا وبالتالي هذا شيء غير مقبول. بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة للقوانين الدولية وتحديدا قانون أعالي البحار وبالمناسبة تركيا مش موقعة على قانون أعالي البحار لسبب بسيط تركيا أيضا وحتى حتى سوريا ما هيش موقعة لما نحكي على الدول اللي في الشرق المتوسط مش موقعة على قانون أعالي البحار بتاع الأمم المتحدة ليش؟ لأن القانون يقول ببساطة وهذه طبعا لها علاقة بالصدفة الجغرافية السيئة لتركيا تركيا محاطة ومخنوقة ب... بعدد هائل من الجزر اليونانية تتكلم على قريب 6000 جزيرة يونانية قانون اعالي البحار شنو يقول ببساطه؟ يقول ان لما يكون في دولتين في دولتين بينهم بحر كيف يتم ترسم الحدود؟ نمشوا لعند نص المسافه ونرسم الحدود، قانون بسيط جدا وواضح جدا. ولكن لما يكون في جزر مثلا واحدة من الدول في جزر، انت تبدا ترسم في الحدود من عند نقطة اليابسة متاعك أنت لعند أول جزيرة مأهولة مش لعند اليابسة لعند أول جزيرة مأهولة واليونان عندها قريب 2400 ولا 3000 جزيرة مأهولة وبالتالي تركيا محاصرة ومحرومة من مسألة المشاركة في موارد الغاز وفي اللي تم اكتشافها أخيرا طبعا والريادة كانت لقبرص تحديدا في مسألة استكشاف الغاز والتنقيب قبرص رائدة في هذا المجال في شرق المتوسط فحرمت تركيا من المسألة هذه بسبب الصدفة الجغرافية والموضوع هذا ما هو جديد عرضوا نفس الاتفاق على على الرئيس الراحل حسني مبارك من قبل الاتراك انهم يرسموا الحدود بينهم وقالوا لا انسى الجزر اللي بيننا هذه واعتبرها غير موجوده ورسم حدود رفض حسني مبارك وجت بعدين ثوره مصر وجاء محمد مرسي الرئيس الاخواني عرضوا عليه نفس الرفض ورفض نفس العرض رفض مرسي ولقوا طبعا ظلتهم وين في حكومه الوفاق لما هي قبلت هذا العرض وتحصلت تركيا على ورقه ذهبيه في شرق المتوسط واعادت من جديد منطقه شرق المتوسط لنقطه الصفر شنو هي نقطه الصفر اللي هي نقطه النزاع بعد ما كانت الامور كلها جيده وكل حد يرسم في حدوده مع حد والامور مسالمه والجميع يتقاسم في ثروات الغاز اللي حتكتشف يعني تم تم استكشافه وما مساله التنقيب الى اخره المسائل الفنيه هذه ما مبدوش ما بدوش فيهن لعند ما جت هذه الورقه اللي أعادت الحسابات من جديد الى نقطه الصفر. فنحن الان قاعدين في المرحله العمليه اشتغلت تركيا قاعده الان تستكشف في المساحه اللي بينها وبين ليبيا او اللي هي تقول ان هي بينها وبين ليبيا رغم ان في يعني الاتفاقيه هذه تسببت في اعتداء ليبيا على على دوله قبرص مثلا على سبيل المثال وعلى بعض الجزر اليونانيه هذا طبعا كله يسبب ليبيا مشاكل دبلوماسيه مع الجيران في الشرق المتوسط على كل حال الاستكشاف هذا زي ما تابعته في اليومين اللي فاتن طلعت الدول ونددت شرق المتوسط ونددت بهذا الموضوع ومجموعه دول ثانيه ايضا نددت بالتدخل التركي وبمساله التغول التركي في الشرق المتوسط تكلم على اليونان وفرنسا وتكلم على قبرص وتكلم على الإمارات العربية المتحدة الجميع ندد ورفضوا الأعمال اللي تدير بيهن تركيا في الشرق المتوسط يعتبرون أعمال عدائية وهي تخالف قوانين الأمم المتحدة الجميع زي ما تابعتوا رفض هذا الموضوع وندد به لكن تلاحظوا حاجة مهمة في الموضوع هذا فرنسا قبرص اليونان مصر والامارات العربيه المتحده لكن في غياب لدوله مهمه جدا اللي هي ايطاليا ايطاليا اللي من المفترض أنها هي لاعب اساسي ولاعب تاريخي في ملف الازمه الليبيه مرات تتساءل تقول نحن نعرف ان ان تركيا لما وقعت الاتفاقيه هذه صدمت الاوروبيين الاوروبيين صدم صدموا من هذه المساله وتتساءل دول كيف ايطاليا ما كانش عندها موقف من هذا الموضوع ليش ايطاليا ما أدنتش مثلا مساله استكشاف الاتراك الان وبداوا يشتغلوا سفنهم بدات تتحرك في الشرق المتوسط وقاعدين يزحموا فيهم على الثروات وقبرص يعني يتم الاعتداء عليها وفي قبرص الشماليه اللي سموا فيها قبرص تركيا اللي هي محتله من السبعينات الى الان من الاتراك واليونان ايضا والجميع متضرر وايطاليا دوله في الاتحاد الاوروبي كيف ايطاليا ما كانتش ضمن الدول هذه وما وقعتش ولم تصادق على هذا الشيء وما صعدتش ضد تركيا عشان تفهم بالضبط مسألة العلاقات التركية الإيطالية المتداخلة في ملف الأزمة الليبية لازم تشوف الاقتصاد وهذه موجو... هذه... هو هذه قاعدة أي علاقة بين دولتين تبي تشوف تبي تفهم أبعادها وتبي تفسيرات لهذا السلوك السياسي لابد أنك أنت تشوف الاقتصاد شوف الاقتصاد حتعرف وحيعطيك إجابات وتفسيرات للسلوك السياسي اللي أنت تشوف فيه في العلاقات الدولية الدبلوماسية لمن لا يعلم إيطاليا تعتبر ثاني اكبر مستثمر في تركيا. استثمارات هائله رجال الاعمال الايطاليين في تركيا. قيمه التبادل التجاري لعند سنه 2018 بين ايطاليا وبين تركيا وصلت ل 20 مليار دولار. والارقام طبعا هذه من من غرفه التجاره الايطاليه، طبعا سنه 2018 لان لعند 2018 كانت فيها الارقام الدقيقه بعدين ما في البحث ما لقيناش ارقام اكثر دقه. فالارقام هذه من غرفه التجاره الايطاليه. لعند 2018 إيطاليا وتركيا قيمة التبادل التجاري بينهم 20 مليار وعندهم طموح أنهم يرفعوه لعند 40 مليار دولار أعتقد أن الأرقام هذه تحكي عن نفسها وتعبر بشكل دقيق عن مسألة المصالح المتداخلة الاقتصادية بين إيطاليا وبين تركيا وأيضا تركيا تستورد بشكل كبير طبعا من إيطاليا زي ما يعرف الجميع بالتالي أنت تحكي على شريك تجاري حقيقي وتحكي على حالي هذا بالنسبة للمستوى الاقتصادي على المستوى العسكري والأمني تحكي على حليف أيضا استراتيجي في حلف الناتو وتركيا اللي تمتلك أهم جيش في حلف الناتو وشريك لإيطاليا وبالتالي تقدر تفهم وتفسر هذه المواقف إضافة طبعا أن تركيا في الفترة الأخيرة من أول ما بدأت جائحة كورونا تحاول أن هي تقدم نفسها كقوة إنسانية تحمي المظلومين وتقدم في المساعدات للجميع وتحديدا إيطاليا وأسبانيا وبريطانيا ودائما في حرص عند الأتراك على عن أنهم يوثقوا كل كل حملات المساعدة هذه بالصوت وبالصورة بالفيديو ونقلوا فيهن للرأي العام في تركيا في التلفزيون التركي كل الشحنات كل الرحلات الجوية اللي تطلع من أنقرة وتمشي وتنزل في روما ولا تنزل في, في بريطانيا ولا تنزل في إسبانيا طبعا ما تنزلش في باريس في فرنسا حريصين أنهم يوثقوا الجزئية هذه عشان الرأي العام التركي يشوف هذه الأمور وحريصين حتى على إظهار الامتنان اللي يظهروا فيه طبعا الطليان أو الأسبان أو الإنجليز بسبب المساعدات الإنسانية الكبيرة هذه هو أكيد أن طبعا إيطاليا لا تتصرف في الملف الأزمة الليبية بناء على المساعدات الإنسانية جاء من, 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 تركيا ولكن هذا هو, هذا هو الجو العام للعلاقات الإيطالية التركية علاقات اقتصادية وتجارية بالتالي تحكي على 20 مليار مبما تجد 40 مليار هذا كله مش حيخلي الطليان يغامروا بعلاقتهم مع تركيا إطلاقاً اضافه الى ان الطليان طبعا منزعجين منزعجين تماما من السلطات في الشرق الليبي سواء السلطات العسكريه او السلطات السياسيه ودائما هم اقرب لحكومه الوفاق البعض يفسر فيها بسبب ظاهره الهجره وان الهجره هذه كلها تنطلق من الشواطئ الغربيه فهم دائما حريصين على علاقات وعلى شراكه اكثر عمق مع السلطات السياسيه الموجوده في المنطقه الغربيه فبالتالي غياب ايطاليا مفسر عن البيان هذا اللي فيه شاركت فيه خمس دول ونددت ب الشغل نتاع الاتراك وانهم قاعدين الان يستكشفوا في الشرق المتوسط والسفن التركيه تتحرش بالسفن القبرصيه الى اخره فهذا كله مفسر ومبرر وراهي الان العلاقات التركيه الايطاليه عشان نحن نفهمه لان نحن عندنا لاعبين مهمين الان لما تتكلم على ملف الازمه الليبيه ولا تتكلم على حرب طرابلس لابد انك تحكي على تركيا لابد انك تحكي على العلاقات بين ايطاليا وتركيا وفرنسا لما تحكي على الشرق المتوسط وتحكي على روسيا طبعا لكن تحكي على تركيا وايطاليا تحديدا الان لان في انفتاح كبير الان وزير الخارجيه الايطالي قبل فتره بسيطه دي مايو قال ان الابواب لم تغلق في وجه تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي. فهذه التصريحات وكذا كلها تاخذهم كلهن وتركب بهم صوره كامله تطلع لك بالضبط شو طبيعه العلاقات التركيه الايطاليه وين حتمشي ايطاليا في ملف الازمه الليبيه وين حتمشي تركيا وكيف حيتعاملوا مع الموضوع من خلال المواقف والتصريحات ومن خلال البزنس والفلوس والاقتصاد تقدر تعرف بالضبط الامور وين ماشيه. اذا العلاقات كل يوم تتطور وتجد علاقات ايجابيه جدا بين الطليان وبين وبين الاتراك وهذا طبعا شيء مهم جدا لكن في نفس الوقت العلاقات على مستوى العلاقات المخابرات والاستخبارات فيها مشاكل في الفتره هذه خصوصا بعد مساله تحرير الناشطه الايطاليه اللي كانت موجوده في الصومال عند حركه الشباب المجاهدين واللي تدخلت فيها تركيا بوساطه دبلوماسيه ودفعت فيها ايطاليا فديه في بالملايين تقارير والصحف الايطاليه تقول ان دفعت السلطات الإيطالية أربعة مليون دولار عشان هي تحرر هذه الرهينة أو الناشطة الإيطالية اللي اللي خذوها من 2018 كانوا حبسين جماعة حركة شباب المجاهدين الصومالية الحركة الإرهابية فكان في وساطة تركية طبعا والجميع يعرف أن تركيا عندها حركة مهمة جدا الآن في القرن الأفريقي وعندها قاعدة في الصومال صرف عليها 50 مليون وأكبر قاعدة تركية خارج تركيا هي هذه صارفين عليها 50 مليون دولار وبالتالي تركيا تتحرك بشكل جيد في القرن الافريقي وعندها خبره في التعامل مع التنظيمات الارهابيه وعندها علاقات جيده طبعا مع القاده اللي فيها وتقدر تكون هي محضر خير زي ما يقولوا فكانت محضر خير بين بين الطليان وبين حركه شباب المجاهدين يعني طبعا هذا كله انعكس بشكل سلبي على الراي العام داخل ايطاليا وتحديدا عند المعارضه الايطاليه اللي تتساءل تقول هذه سابقه في العالم الغربي عاده ما يتمش التفاوض مع الارهابيين لانك انت لما تدفع على على رهينة أوروبي أربعة مليون معناه أنت تفتح الباب الآن تخلي كل الأوروبيين فريسة لكل التنظيمات الإرهابية بما أن يدفعوا في فلوس وأنت أصبحت شريك في تمويل الإرهاب بهذا الشكل وهذا اللي يقولوا فيه طبعا المعارضة الإيطالية وعبرزم حركة أخوان إيطاليا ففي مشاكل الآن بسبب العلاقات اللي قاعدة تتعمق بشكل يعني بشكل تصاعدي وبشكل ومريب ومقلق عند المعارضة الإيطالية بين السلطات الإيطالية وبين تركيا هذا كله يدفعنا للتفكير انه مش حيكون في موقف سلبي ايطالي تجاه الاتراك وبالتالي الاتراك قاعده تزيد فرصهم في التدخل العسكري في ليبيا هي هذه هذا هو الشاهد من الحديث ان اللي يفكر ان ايطاليا ربما هي تمشي في خطوات ابعد عشان تحافظ على نفوذها في ليبيا الكلام هذا مش حيكون دقيق ما فيش حد بيغامر بعلاقتها مع تركيا امريكا ايضا مش حتغامر بعلاقاتها مع حليفها الاستراتيجي في حلف الناتو وأيضا اللي فيه التبادل الاقتصادي مهم والأوروبيين مش حيغامروا بهذه العلاقة عشان خاطر مثلا مجلس النواب ولا عشان خاطر القيادة العامة للجيش في ليبيا هذا شيء مش حيصير ما أنت لازم تكون واقع عشان تفهم العلاقات الدولية كيف ماشية اللي نظم العلاقات الدولية عنصرين أساسيين المصلحة والقوة خاطي هذه ما فيش حد يحكي في أي موضوع ثاني عشان تكون الأمور إيش تكون الأمور واضحة بالمناسبة في دعوة للسيد عقيلة صالح من وزير الخارجية الإيطالي خلونا نقرأ لكم الخبر خبر مهم في توقيته طبعا وجه وزير الخارجية الإيطالي دعوة لرئيس سيد ديميو دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما في حال سمحت ظروف الطوارئ المتخذة بشأن كورونا مرحبا في الوقت ذاته بجميع المبادرات التي تذهب أو تسير نحو إيجاد حل سياسي الأزمة الليبية في إشارة منه طبعا للمقترح اللي قدم من المستشار عقيلة صالح إذا. الايطاليين منفتحين على مجلس النواب بحكم انه هو منتخب ديمقراطيا لكن طبعا مش عشان هو منتخب ديمقراطيا عشان هو ياخذ في شرعيه الان من الاتفاق السياسي المعترف به في الامم المتحده عجيلة يتعامل معها المجتمع الدولي لانهم يشوفونه شرعي وانه هو تبع الاتفاق السياسي وفي انفتاح والجميع رحب بمبادره عجيلة صالح لكن بعض المراقبين وبعض الناس اللي تابعوا في الازمه الليبيه يقولوا يبدو ان المستشار عجيلة صالح ما عندش إدراك لوزن السياسي الحقيقي كرئيس لأعلى سلطة تشريعية في البلد وهو لا يتصرف بناء على ذلك عقيلة صالح ما يتصرفش بناء على أنه هو رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلد ولا يتصرف بكون رئيس لمجلس نواب يمثل كل الأمة الليبية وهذا طبعا شيء سلبي جدا عقيلة صالح يتصرف كشيخ قبيلة كرئيس قبيلة وهذه طبعا مشكلة كبيرة مشكله كبيره لما انت تكون رئيس برلمان من المفترض انك انت تمثل كل الامه الليبيه ولكن انت تتصرف كرئيس لقبيله وهذه مشاكل حقيقيه جدا وبالتالي انت تتكلم على يعني عمل السياسي يساوي صفر الان مش فيش حد منتبه اساسا لمساله المبادرات اللي قدمت الا لما عقيلة قالها لما عقيلة قدم مبادره جميع التف عليها المشير خليفه حفتر على سبيل المثال قدم مبادره وقدم فكره التفويض ما فيش حد يعني كلهم نددوا كلهم رفضوها الحلفاء قبل الخصوم كلهم رفضوها تماما لكن لما عقيلة صالح قدم مبادره الجميع رحب بها لانهم يتكلموا على مساله الاتفاق السياسي وشئنا ما بين ما هو الاطار الوحيد للعمليه السياسيه بحسب الامم المتحده انت ما انت منفصل عن العالم عشان نقول والله برغم الخروقات اللي فيه ما فيش حد طبق الاتفاق السياسي اطلاقا وضرب به عرض الحائط وبكل الثغرات اللي فيه لكن العالم مش لاقي بديل اخر. المجتمع الدولي ما عندش ما عندش ورقه اخرى الا الاتفاق السياسي عشان يتعامل مع ليبيا ما هم يبوا حاجه زي هذه. وبما ان الليبيين ما همش متفقين على شيء فما فيش الا الاتفاق السياسي. تاكد وثق لو ان القيادات الليبيه لو في قيادات فعلا بالمعنى الحقيقي وعندها مسؤوليه وتعرف بالضبط خطوره المرحله وتعقيداتها وتقدر تصنع معجزه توافق القيادات ليبيا والناس اللي تتصدر في المشهد في الشرق في الغرب في الشمال الجنوب ويجتمعوا على قلب رجل واحد ويقدموا مقترحهم زي ما داروا الاباء المؤسسين في الخمسينات لما خشوا على الامم المتحده بمطالب موحده رغم الاختلافات لكن كان الاحساس العام عندهم الوطني عالي جدا لو يتم تقديم مقترح توافقي للامم المتحده ولا مجلس الامن ولا الدول الاوروبيه تقدر ترفضه لو ان الليبيين يقدموا مقترح توافقي والله ما واحد يقدر يرفضه ما عندهمش الا انهم يقبلوه لكن هذا الشيء طبعا ما صارش والجميع عارف قصه الانقسام السياسي اذا عقيله صالح موجهت لدعوة في حاله طبعا يعني تم تخفيف القيود المرتبطه بانتشار كوفيد 19 وقدر انه هو يسافر لايطاليا وبالمناسبه في خلال السبع شهور اللي فاتن كانت في في دعوه مصريه للسلطات المصريه للسيد عقيله صالح البعض فهم أن ربما هي إعادة من جديد لعقيلة صالح في المشهد ومهم أن يكون في طرف سياسي موجود بالنسبة للمنطقة الشرقية وبالنسبة يعني يمثل على الأقل في مشروع الجيش رغم أن هذه مشكلة كبيرة طبعا في تصريح آخر مهم لابد أن نحن في سياق العلاقات الإيطالية التركية نحن نتكلم الآن على أن الاتفاقية البحرية خشت حيز التنفيذ الاتحاد الأوروبي جزء منه طبعا منقسم الاتحاد الأوروبي زي ما عارف الجميع دائما منقسم على نفسه في حاجات واجدة في علاقته بتركيا في علاقته بروسيا في علاقته بالولايات المتحده الامريكيه في ملف الهجره وفي كورونا وفي كل شيء الكيان الاوروبي منقسم ولكن يبدو ان في تناغم الان بين دول حلف الناتو تحديدا وهذا طبعا تصريحات امين عام حلف الناتو اللي تشوفوا فيه الان على الصوره صارت تصريحات مهمة ولها دلالات مهمة جدا ولها علاقات تقدر تفهم منها بالضبط الأمور والمشي على مستوى أمني وسياسي في ليبيا الرجل يقول أن نحن مش حنساوي بين قوات المشير حفتر زي ما هو يصفها وبين قوات الوفاق قالها بوضوح نحن لا نساوي بينها قال صحيح نحن دول حلف الناتو عندنا مشاكل وعندنا اختلافات واجدة لكن اللي يعلم الجميع أننا نحن قادرين أو نحن جاهزين لتقديم المساعدة لحكومة الوفاق في الوقت المناسب صريح وكلام واضح جدا الكلام واضح جدا طبعا وزير الدفاع التركي مباشرة رحب بهذا الموضوع خلصي أكار وقال نحن نرحب ونعتبر هذا شيء إيجابي إذا نرجع من جديد لمسألة العلاقات الدولية المصلحة المصلحة الأمنية المصالح الاستراتيجية اللي هي خليط بين الاقتصاد وبين السياسة قادة تعبر عن نفسها الآن تقدر تفهم بالضبط العالم كيف يفكر في ملف الأزمة الليبية حلف الناتو لا يرى في تركيا مشكلة في ليبيا حلف الناتو ما يشوفش أن ليبيا مشكلة ما يشوف لنا قصدي وجود الأتراك في ليبيا مشكلة اطلاقا. لكن هو يشوف إنه لو انه يسمع مجرد سمع عن وجود الروس في ليبيا مشكلة. وسائل الاعلام الامريكية موضوعية موضوعية ومهنية لعندما يتعلق مثلا الموضوع بوجود الروس وكذلك التصريحات الدبلوماسية الامريكية دائما هم يعني موضوعيين لعندما يتعلق الموضوع بقضية الروس تفقد الموضوعية بلومبيرغ تتكلم على وجود 4000 روسي طبعا ما فيش حد يعني يثبت او ينفي، الجيش الوطني ينفي في وجودهم ولكن التقارير الأمنية والتق... وأيضا تصريحات دبلوماسية والبيت الأبيض يقولوا أن مرتزقة الفاجنر موجودين ويقاتلوا جنبا إلى جنب الجيش الوطني تقارير الأمم المتحدة الأخيرة المسربة يذكر فيهم بالاسم مرتزقة الفاجنر بوتين اعترف بوجود روس موجودين في ليبيا لكن قال هذوم لا يتبعون مباشرة وطبعا معروف أن ما فيش أي مواطن روسي ممكن يقاتل في أي بقعة في العالم من غير من غير ما يعلم الكرملين أو يبارك هذا الشيء فبالتالي بالنسبه لحلف الناتو، بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وجود الاتراك في المنطقه الغربيه في ليبيا ماهوش مشكله. اطلاقا ماهوش مشكله. تركيا يشوف فيها انها حليف استراتيجي، علاقات اقتصاديه مهمه، وحليف عسكري في حلف الناتو. يمثل في الحمايه والغطاء في منطقه المتوسط والمنطقه الاوروبيه وفي المنطقه الاقليميه هذه، فشوفوا ان هذا شيء مهم جدا. وبالمناسبه لما اتكلم ايضا على خيارات الاتراك البعض تابع طبعا التصريحات التركيه الاخيره كيف ان الاتراك قالوا ان اي استهداف لمقر البعثات الدبلوماسيه في المنطقه الغربيه من الجيش الوطني حنعتبروها اعتداء مباشر على تركيا مباشر وحنعتبر قوات الجيش الوطني اهداف مشروعه ومباشره لنا كقوات تركيه والبعض يتكلم قاعد يمشي ابعد من هيك ويتكلم على طموح تركي بقاعده عسكريه في المنطقه الغربيه وان ربما الطائرات الاف 16 التركيه هذه توسع الجغرافيا العسكريه وتنتقل الى المنطقه الشرقيه ولكن في بعض المراقبين يشوف الامور بشكل مختلف شويه يقولوا اساسا الاتراك ما عندهمش ثقه في تحالف الوفاق بالكامل بمعنى الاتراك او تركيا اردوغان تدعم في مجموعات مسلحه بعينها في تحالف الوفاق ما تثقش في الجميع لان في مجموعات المسلحه اللي موجوده في المنطقه الغربيه لو ان هي شعرت بالانتصار لو ان هي حققت انتصار عسكري في المنطقه الغربيه ما اللي يضمن أنها هي مش حتنقلب على تركيا فبالتالي هي تثق أنقرة في قيادات معينة في على سبيل المثال في أسامة جويلي قيادات عسكرية معينة تثق فيهن وتتعامل معهن فبالتالي لا ترك حريصين على عدم توسيع الجغرافيا العسكرية ربما من مصلحتهم أن المجموعات المسلحة قاعدة تحت الضغط وأن قوات الجيش قاعدة تضغط على هالمجموعات هذه عشان المجموعات هذه تكون دائما بحاجة إلى الدعم التركي لأن تخيل أن المجموعات هذه تحقق انتصار عسكري وتكتسح الأمور ويتراجع الجيش للجنوب وحتى للمنطقة الشرقية ما اللي يضمن أن المجموعات هذه مش حتنقلب على تركيا بلاش على تركيا على حكومة الوفاق تابع كل التصريحات في معسكر تحالف الوفاق اللي في تصدعات واجدة وناس مسؤولين فيه شوف كيف يتعاملوا ويحكوا على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي يعتبروا فيه زي العبارة بس توصلهم لنقطة معينة هي الشعرة اللي تربط بينهم وبين المجتمع الدولي بمجرد ما تنتهي المهمة حيتخلصوا من حكومة الوفاق وإذا تخلصوا من حكومة الوفاق معناها في مشاكل واجد تصير على رأس مسألة الاتفاقية البحرية المهددة ويبدو هذا يقولوا فيه مراقبين أن تركيا قررت بشكل نهائي وجدي أن هي تمنع سقوط حكومة الوفاق لأن سقوط حكومة الوفاق معناها تسقط الاتفاقية البحرية معناها تخسر تركيا ورقه ذهبيه وتركيا قادره تحقق في 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 مكاسب سياسيه بثمن بسيط جدا في ليبيا، فهذه كلها امور متداخله والامور بهذا المعنى وبهذه المعطيات اللي نشوفه فيها تشوف الان حلف الناتو تشوف المواقف الامريكيه تشوف المواقف الاوروبيه، المواقف الايطاليه، الظرف الاقليمي الدولي واضح انه هو اطلاقا لا يخدم مصلحه الجيش الوطني على سبيل المثال او البرلمان. الان في تغيير يبدو انه هو في الراي العام الدولي بخصوص معركة طرابلس أو حرب طرابلس اللي في 4 أبريل وهذه حكينا عليها من أول يوم تقريبا أن أن الجيش قدامه تحديين أو قاعد يغامر بشيئين الرأي العام في المحلي في المنطقة الغربية في طرابلس وفي المنطقة الغربية لما طول الحرب وطول معاناة المدنيين وأنت أكثر من سنة أنت وعدت الناس قلت لهم أنا في, في في أسابيع وفي ثلاث شهور نكون مكمل أه وتحكي لها سنة وشهرين يغامر بالرأي العام في المنطقة الغربية اللي قاعد ينقص رصيد الجيش الوطني في المساله هذه وعندك الراي العام الدولي اللي مش حيكون ساكت دائما يعني وهذه بدات تتضح الان فبالتالي المعطيات الاقليميه الدوليه معقده بالنسبه لخيارات الجيش وتخدم اكثر في مصالح حكومه الوفاق او في تحالف على الوفاق عشان الواحد يكون دقيق في مساله معطيات يقراها بواقعيه من عاطفه بتجرد وبشكل ناقد ما هو انت كيف تبي تشوف الامور واضحه لما تشوفها بعقل ناقد بعيد عن اي عاطفه تبدا تشوف الامور زي ما هي لما تتحرك بعقل ناقد من غير اي موقف سياسي ومن غير اي عاطفه حتجد الامور قدامك واضحه جدا وتقدر تشوفها بكل بكل سهوله ما تحتاجش ايضا لاي نوع من انواع العبقريه السياسيه في التحليل. وتشوف المواقف والتصريحات وتقيس عليهم بكل بساطه وتشوف الامور الامور هذه والمشاة اضافه لمساله الراي العام هذه نقطه مهمه اللي بنحكوا فيها وحنحكوا فيها في حلقات واجده. الراي العام في المنطقه الغربيه قاعد يشوف في انتهاكات وفي تجاوزات تصير في الشرق ما فيش حد يقدر ينتقد على سبيل المثال حتى اللي مثلا مؤيد للجيش الوطني مؤيد ما في في حرب في بنغازي ضد الارهابيين وفي دارنا وفي فزان وكذا لما ينتقد يعتبروا فيه خائن يحطوه في الحبس تنخطف مرات بعد اربع بعد اسبوع بعد شهر يعرفوا مكانك وين يعني عشان انت, انت انتقدت وانت محقق انك تنتقد انا يا سيدي مثلا انا مثلا واحد يدعم في الجيش وشايف ان الامور مثلا او تصرفات غير صحيحه يقول له راه جماعه هذه التصرفات غير صحيحه من حقه والله مش من حقه من حقه انه يقول ويبدي وينتقد لكن طبعا المسؤول الليبي قصه الانتقاد ممنوعه فالسراج يعتبر الناس اللي تنتقد فيه انهم قاعدين يخونوا فيه في هذه المرحله الفريق عبد الرزاق النظوري منع النقد تماما قال ممنوع النقد في هذه المرحله باهي نحن مش قبل شوي قلنا ان المواطن هو صاحب الدوله مش ان هذول كلهم يشتغلوا عند المواطنين مفروض مش العكس رئيس مجلس الوزراء يشتغل عند المواطن يشتغل عندك الوزراء يشتغلوا عندك قائد الجيش يشتغل عندك لأنك أنت المواطن لأنك تصاحب الأرض صاحب الدولة المثال اللي خذناه أنت صاحب الشركة اللي جبت المدير وفريق الإدارة عشان يشتغل ويطور لك الشركة هذه من حقك أنك تسألهم وتحاسبهم جايين يشتغلوا عندك هذا هو هذا هو الفهم الحقيقي الموجود في الدول الغربية وهذا هو الفهم اللي مخليها متقدمة وهذا هو الفهم اللي مخلي أن أن المواطن صوته عالي وأن المواطن يتمتع بحقوق وحريات ويتمتع بكرامة ويتمتع برفاه اقتصادي لأنه هو صاحب البلاد بكل بساطة هذه نقاط مهمة ونقاط دقيقة جدا حنطلع فاصل بعد الفاصل نبغي نتكلم على جزئية مهمة جدا في عالم ما بعد كورونا نحن طبعا قاعدين في هذه قاعدين وسط العالم هذا المتغير وقاعد يتغير العالم الآن يتغير رغم أن الزمن للأسف يكاد يكون موقف عندنا في ليبيا بالنسبة للتغيرات اللي قاعدة تصير حولنا كلها لكن هذا ما يمنعش أن العالم قاعد يتغير فعلا حنتكلم على تفاصيل مهمة ولكن فاصل قصير ونكون معكم من جديد اهلا بكم من جديد. تقريبا في اجماع الان ونحن عايشنا ظاهره غريبه جدا. ظاهره كورونا وتداعياتها وابعادها ومعايشين مساله الحجر الصحي وان في ثلاثة مليار بني ادم موجودين في بيوتهم. نص سكان الكره الارضيه في بيوتهم والرعب اللي عشناه فيلم الرعب اللي ما زال مستمر هذا والتغيرات الكبيره اللي قاعده تصير والحجر الصحي وكل تداعيات عالم بعد كورونا وتقريبا عشرات المقالات وعشرات التقارير تكتب يوميا في الصحف الغربية والإقليمية والعر... والغربية وغير الغربية تجدها في نيويورك تايمز في الواشنطن بوست في كل الصحف المهمة في الجارديان تجد قدامك عشرات المقالات تتكلم وتحاول أن هي تتكهن تحاول أن هي تشوف شكل المستقبل في عالم ما بعد كورونا كيف تمشي الأمور على مستوى سياسي على مستوى اقتصادي في تغيير كبير قاعد يصير الآن في كل المفاهيم قاعدة تتغير الآن فيروس كورونا قاعد يغير في كل المفاهيم المفاهيم السياسية مفاهيم العلاقات الدولية البعض يمشي ويقول أن في اتحادات مهددة بالانهيار البعض يقول إن هو عالم بعد كورونا حيكون هو عصر الدول المستقلة والمنكفئة على نفسها وأن كل حكومة حتكون مشغولة بترتيب بيتها الداخلي وأن حنشوف أشياء مختلفة تماما في العلاقات الدولية وصعود قطب وانهيار قطب آخر وقوة تهبط وقوة تصعد وتفاصيل والاقتصاد ومساله العولمه وانهيار العولمه وتفتت العولمه والاقتصاد المتعولم المترابط هذا كله حينتهي الجميع قاعد يضع في تكهنات ويفكروا في سيناريوهات للمستقبل في عالم ما بعد كورونا، العالم اذا قاعد يتغير وكيف حينعكس على دول الشرق الاوسط وعلى الدول الناميه وعلى دول العالم العربي وعلى ليبيا تحديدا بحسب المعطيات الانعكاسات حتكون سلبيه على الغالب انها مش حتكون ايجابيه بكل الحال من الاحوال يعني لما تتكلم على مستوى اقتصادي على مستوى التخمه النفطيه اللي موجوده في العالم ما فيش حد يشري في نفط ليش لان الناس اللي يحتاجوا للنفط ومشتقاته ما يشروش فيه شركات النقل البري والبحري والجوي اساطيل من الطائرات كلها رابضه على الارض ما فيش حد يطلع ما فيش رحلات ما فيش اي شيء وبالتالي مش حد يطلب في النفط وفي تخمه عالميه وتم اغراق الاسواق بالنفط الى اخره وواجه في مشكله محدده قطاع النفط اللي هي مساله التخزين ناقلات قاعدات في المحيط وفي البحر معبئة نفط مش عارفين وين يمشوا بيها فبالتالي في انهيار لاسعار النفط وهذا خبر مخيف جدا لبلد زي ليبيا معتمد في اكثر من 95% ولا اكثر حتى من 97% على النفط بالتالي العالم يتغير وهذا كله قاعد ينعكس بشكل سلبي ايضا المساله الخطيره اللي هي مساله سلاسل توريد المواد الغذائيه او الاغذيه شفنا اجراءات متطرفه من دول بشكل فردي خصوصا الدول المشهوره بتصدير القمح والحبوب تحكي كازاخستان تحكي على روسيا تحكي على دول مهمه كلها قاعده تعطي الاولويه في خلال السنه هذه والسنه اللي بعدها لدولها ولشعوبها ولمجتمعاتها لأنها هي حتحاسب لأنه لو يصير أي خلل اجتماعي اقتصادي ربما يتسبب بانهيار هذه الأنظمة إذن واضح أن الأولوية حتكون لهذه الدول بالتالي أنت عندك كت وعندك انقطاعات في سلاسل التوريد وأنت معتمد طبعا للأسف بالكامل على مسألة الاستيراد في موضوع المواد الغذائية والوكال والشرب كلها من برا فبالتالي في تحديات كبيرة جدا وحنحكوا على الموضوع في حلقة جاية مسألة لاتجاه للذهب الاخضر او الزراعه زي ما يسموا فيها موضوع مهم ودقيق جدا وليبيا عندها الامكانيات انها تشتغل فيه بشكل مبكر وان هي تحقق فيه السبق على مستوى علمي وعلى مستوى اقتصادي حنتكلموا فيها في حلقه جايه لكن بناخذ كم خبر او قرار تاريخي له علاقه بالعالم ما بعد كورونا كيف حيكون شكله ناخذوه في عجاله شركه تويتر اغلبيه تقريبا ما فيش حد ما عندش حساب الان على تويتر المنصه المشهوره والمنصه المفضله على سبيل المثال للرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي دائما يغرد منها. ابلغت شركه تويتر زي ما تشوفوا الان في الخبر على الشاشه ابلغت شركه تويتر موظفيها بانهم يستطيعون العمل من البيت باستمرار للابد ان ارادوا في الوقت الذي تتطلع فيه الشركه الى المستقبل بعد وباء فايروس كورونا. طبعا القرار هذا جاء بعد ما جربوا بعد ما تم مساله الـ الـ الاغلاق الشامل في كل دول العالم و والحجر الصحي وحظر التجول الى اخره فاغلب الشركات والقطاع الخاص وكلهم قدروا يشتغلوا عن طريق البيت الجميع وطلعنا معكم نحن في حلقات على سبيل المثال او التلفزيون 218 طلعنا معكم شهر كامل من البلاد قدمناه من من داخل البيت من الحوش يعني فهذا قرار تاريخي تويتر يشوف ان التجربه بتاعت الكورونا والحجر الصحي والعمل عن بعد من داخل البيوت يبدو ان هي كانت ناجحه جدا والا لم يغامروا بقرار تاريخي زي هالقرار هذا، وطبعا هذا يعني قرار يجد في اطراء كبير واشاده من من خبراء التكنولوجيا واخلاقيات التكنولوجيا في العالم. يعني انت تشوف الان في تغير هائل جدا في مرحله من المراحل المدرسه القديمه التقليديه في بتاعت الشغل كانوا يشوفوا ان اللي ان الموظف لما يشتغل من الحوش يعتبروا فيه زي اللي يسرق في رب العمل يعني او انه هو يسرق في الزمن وفي الوقت ما المفترض أنه هو يكون موجودة في مكتبة في عمل أفضل الأمور كلها تغيرت الآن تغيرت تماما الأمور تغيرت في أشياء واجدة وهذا قرار تاريخي بالنسبة لشركة تويتر اللي تقول أن من حق الموظفين الآن يقدروا يجوا للمكاتب لأنهم طبعا عندهم رغبة لكن عندهم خيار العمل من البيت باستمرار طبعا هذا كله قاعد الآن لما تخضى بأبعاده قاعد يقضي على وظائف وقاعد يحيي ويبدع في وظائف جديده وقاعد يفتح في العالم على اشياء ثانيه اهو يعني كورونا من من اهم النقاط او من اهم العوامل اللي اللي خلقها فيروس كورونا الان أنه هو اجبر القطاع الخاص واجبر الشركات زي تويتر مثلا اجبرها على تبني ادوات التكنولوجيا اللي كانت ترفضها لفتره طويله الكثير من الشركات والقطاع الخاص كان رافض لادوات التكنولوجيا لفتره طويله وكان متحفظ ومرتاب منها اجبرهم على انهم يتبنوها ولما جربوها لقوا انها هي ناجحه ولقوا ان الشغل من البيت ماشي أموره عشرة على 10 واقل تكلفه من ايجار المكاتب واقل تكلفه من ايجار الضي في المباني وفيه فيه اشياء مهمه جدا يعني يوفرها ففي ارباح مهمه جدا وفي شغل مهم وفي نظره وفي تصور اخر للعالم هذا كله اصبح تقليدي ما في شركه مكاتب والناس يجي تشتغل من مكاتبها هذا اصبح شيء ما معنى وما هوش مفيد لا اقتصاديا ولا على مستوى الجودة في العمل بل أنه اكتشفوا أن ربما الأمور تكون أكثر جودة والناس ترهق في نفسها وتنهمك أكثر في العمل من داخل البيت فالعالم قاعد يتغير على كل المستويات وكل المفاهيم قاعدة قاعدة متغيرة مفاهيم على مستوى العلاقات الدولية على مستوى العلاقات الاقتصادية على مستوى طبيعة الأمل العمل وسوق الشغل ومتطلباته هذا كله قاعد يتغير من حولنا لكن يبدو أن الزمن قاعد واقف عندنا يبدو ان الناس اللي موجودين في المشهد السياسي ما عندهمش ما يشوفوش في القصه اللي قاعده تصير الان اذا ما كانش في مواكبه للي, للي قاعد يصير هذا كله وهذا امر جدي اذا كانت السلطات او صناع القرار في ليبيا اذا في صناع قرار في ليبيا ما عندهمش مواكبه للتغيير اللي قاعد يصير معناها في سنه ولا سنتين نحن حنكون في اخ في ذيل العالم حتلقى عالم اخر حيكون في انفصال كبير بينه وبين الناس انفصال هائل مش بس في العالم الغربي حتى على محيطنا الاقليمي الموضوع دقيق والموضوع خطير جداً خصوصا في مساله اسعار النفط وانهيار اسعار النفط وان الجميع الان لابد انه هو يتجه ويبدا يعول على الاكتفاء الذاتي وال... والعنصر الوطني يبدا يحاول انه هو يبدع افكار واستراتيجيات اقتصاديه يشتغل بهم مانيش عارف هل هذا موجود عند صنع القرار الليبي او لا هل مهم اساسا الخبر زي هذا بالنسبه لواحد متسيد المشهد في الشرق ولا في الغرب تويتر قررت ان الموظفين يشتغلوا من البيت ربما تمر عليه مرور الكرام ربما مش هيفكر لا في أبعادها ولا في أي شيء لأن المسؤول الليبي للأسف قاعد وخلاص يأخذ في راتب مش يأخذ في راتب يبزنز ويدير في ملايين ويبي يطلع على استراتيجية ولا يشتغلوا من بيوتهم ولا كورونا ولا عالم بعد كورونا أشياء هذه غير مهمة بالنسبة لهم للأسف ما نبوش نطولوا عليكم للأسف دهمنا الوقت ولكن حنتكلموا في تفاصيل مهمة جدا عندنا ملفات نبو نفتحوهم في الحلقات الجاية ملف الحكومات المرتبط طبعا بالفساد تقدر تقول حكومات من فساد ما تقدرش تقولها نتكلموا ايضا على ازمه الكهرباء اللي بحسب المعطيات في جزء كبير منها مفتعله وازمه المولدات اللي قاعده تجن الان بالفلوس مولدات جن قاعده يوصل لي بمولدات وغاليه وبكل الانواع وبكل الاسعار ما تعرفش الجماعه عاد علاش ناويين في المستقبل وملف اللصوص الصغار والكبار ايضا هذا ملف مهم ونتابعوا طبعا دائما معاكم في كل المعطيات السياسيه والمتغيرات على مستوى سياسي على مستوى عسكري وعلى مستوى اقتصادي نحاول نغطوا اللي نقدر نغطوها معكم في هذا الاحداث المتسارعه واللي قاعده تنعكس علينا الان في ليبيا انعكاسات كبيره على مستوى اقليمي على مستوى دولي ولكن طبعا ما زالت الامور عالقه وتقريبا ما فيش حد لنا واجد الان في ازمه كورونا وكل حال قاعد يحاول انه هو يرتب بيته الداخلي وينتعش من جديد ومن جديد يعني توقف الدول على رجليها ونشوفوا عالم مختلف في عالم ما بعد كورونا تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة